السلام الله عليكم مشاهدي قناة المغاربية الأكارم، ومرحبا بكم معنا في برنامج قناة الصحف والذي يهتم بما تداولته الصحافة المغاربية هذا الصباح، ونستهله بعناوين الصحف واليوميات الجزائرية التي اشتركت جلها أو جميعها تقريبا في وصف أو توصيف مرض الكوليرا الذي انتشر في 4 ولايات جزائرية وهي العاصمة تيبازا، البوليدة، وبويرة، حيث تم تسجيل 139 حالة وباء مشتبه فيها، منها 46 حالة مؤكدة، والإعلان كذلك عن وفاة شخصين. فالحوار مثلا تكتب على لسان وزير الصحة الذي ظهر مؤخرا يقول احذروا مياه سيدي الكبير. للمعلومة فقط، منبع سيدي الكبير متواجد في بلدية حمر العين بتيبازا. عنوان آخر ذات صلة، حيث كذب مدير شركة الخطوط الجوية الجزائرية علاش بخوش خبر فرض رقابة طبية على المسافرين الجزائريين في المطارات الفرنسية. أما وزيرة التربية والتعليم نوريا بن غبريط، وفي عنوان آخر ورغم حالة الهلع التي أصابت معظم المواطنين الجزائريين وخوفهم من الوباء، إلا أنها تصر على عدم تأجيل الدخول المدرسي. إلى يومية شروق اليوم، هي الأخرى تؤكد على تصريحات بن غبريط حول عدم تأجيل الدخول المدرسي بسبب وباء الكوليرا. وفي عنوان آخر تكتب الشروق على عودة أول دفعة للحجاج الجزائريين والذين عبروا عن تذمرهم بسبب سوء التسيير، وعنوان لا تحدثونا عن حج الكرامة، عشنا الجحيم في مخيمات منى. إلى الخبر، تكتب مقاطعة مياه الحنفيات تتسع لتشمل الخضر والفواكه والمسابح، وبالبند العريض فوبيا الكوليرا تجتاح الجزائريين. الرأي تكتب منبع سيدي الكبير في قفص الاتهام، زيادة إلى إفراغ وغلق المسابح خوفا من انتشار الكوليرا، وعنوان جانبي مؤسسة باستور الاستشفائية تطمئن المواطنين وتقول وزارة الصحة تسيطر على الوباء. في عنوان آخر، رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين زكري حريز يحذر الأولياء من عدم اختناء الأدوات المدرسية التي تباع على الأرصفة حتى وإن كانت أقل سعرا، كما تداولت معظم الصحف بما فيها الرائد تصريحات القايد صالح نائب وزير الدفاع، والذي يؤكد على جاهزية الجيش لمواجهة أي طارئة. لو كوتيديان والمناطق بالفرنسية تكتب الماء هو المصدر الرئيس، وبالبند العريض الكوليرا تواصل القتل. الوطن تقول وباء الكوليرا أرقام وتسيير كارثي، كما تحدثت عن موضوع مواصلة إحالة الجنرالات على التقاعد، وتكتب آخر صيف للجنرالات. لسوار دالجيري هي الأخرى تداولت الخبر وتقول قتيلان وعشرات الحالات المؤكدة، الكوليرا تفرض حالة الهلع. لمناقشة أبرز هذه المواضيع ينضم إلينا من الجزائر أستاذ صالح حجاب الناشط السياسي. بعد الترحيب بك أستاذ صالح، أنت متواجد بالجزائر لقضاء عطلة هناك لزيارة العائلة. كنت قد حدثتني قبل الحصة عن قضية مكوثك بالمستشفى، وهذا راجع لشرب مياه التي تقتنى من الخارج أي في الصهاريج. أولا، السؤال الأول، لماذا يقتني المواطن الجزائري المياه من الصهاريج؟ لتوضيح، صهاريج قلت أن فيه مياه تستغل للغسل، مياه للشرب، ومياه ربما للسقي. لماذا يقتني المواطن الجزائري هذه صهاريج المياه؟ ومن المسؤول عن ربما الكشف عنها، أو ربما محاولة يعني
حصول على أو كما يقول ربما قضية الكشف عن هذه المياه، ما المسؤول عنها؟ تحية لك أستاذ عادل وعيدك مبارك ولكل المشاهدين الكرام. المسؤول عن هذه المياه أو يعني للتوضيح، هنا في مدينة المسيلة وأظن أن كل الولايات 47 ولاية هي مشابهة ما عدا العاصمة، لأنها شركة فرنسية تقوم بتسيير مياه الحنفية. هنا يعني المواطن يقوم بدفع فاتورة للمياه ينتظرها في ليالي حالكات، وقد تأتي عندما يشاء أهل هذه الشركة، قد تأتي مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، وقد تنتظرها أمهاتنا لساعات متأخرة في الليل كي تقوم بملء الصهاريج الموجودة في المنزل. يعني النقطة الأولى عندما نتكلم عن يعني لماذا هل عدم وجود المياه في الحنفيات، لماذا يشتري المواطن هذه الصهاريج؟ هناك ثلاث انواع من الصهاريج. هذه السلطات التي لا تسير جيدا الموارد المائيه تدفع المواطنين الى اقتناء صهاريج ووضعها فوق سطوح المنازل ووضعها امام مداخل العمارات. المنظر يعني المنظر العمراني في الجزائر صار مقززا، ولكن المواطن يحاول خلق سيستم دي كما يقول. اما قضيه صهاريج التي يشتريها، هناك صهاريج يشتريها يقال انها صهاريج للغسل، يتم شراؤها بحوالي 100 أو 120 دينار، ويقوم بيعها هؤلاء السماسرة للمواطن من 700 دينار إلى 1000 و 1200 دينار للصهريج الواحد. ثم يقوم المواطن باقتناء دلاء أخرى من صهاريج تجوب المدن وتنغص علينا حتى النوم في القيلولة، لأنهم هناك شبان من اللونساج من تشغيل الشباب اقتنوها وقاموا بملئها بالمياه ويجوبون بها كل الشوارع مع الضغط على يعني المنبه لكي يقول للناس مياه صالحة للشرب لشرائها، ولكن حتى هذه ليست صالحة للشرب. المهم هذه المياه أوصلتك إلى المستشفى، الحمد لله ليست كوليرا، لكن ربما نتحدث عن تعيين هذه المياه، ما المسؤول عنها؟ المسؤول الأول هو السلطات التي يجب عليها أن تسير المياه بطريقة إن لم يستطيعوا يعني أن تكون يعني في كل وقت أن تكون بأوقات منظمة وتكون مياه صالحة للشرب. حتى أرجع إلى نقطة بسيطة أخ عادل، حتى الصهاريج الموضوعة فوق سطح المنزل وبما أنها مقابلة للشمس بمجرد وضع المياه فيها تخلق ما يعرف الجزائري بالكالكير، تخلق وكأنها أتربة، وهذه تخلق أمراض عدة. فيعني كل هذا يرجع في النهاية إلى عدم تسيير هذا ميدان المياه وعدم تسيير يعني مواضيع أخرى مثل قضية قنوات الصرف الصحي وقضية يعني هذا التسيير وقضية سقي الخضر بالمياه وقضية، ولأننا رأينا منذ لحظات في قنوات أحضر الوزير وزيرة التضامن وكان عليه أن يحضر وزيرة الموارد المائية ويحضر من هم معنيين وكأنهم يعني وزيرة الموارد المائية ووزيرة البيئة التي لم تظهر هي الأخرى حسب اللاوي الذي ظهر مؤخرا، تابعنا ربما ندوة صحفية ما زالت يعني أصابع الاتهام متوجهة إلى عين سيدي الكبير، لكن المواطنون فندوا قضية تلوث هذه المياه ويقولون أن منبع سيدي الكبير ينتهي إلى بركة ماء وحولها القاذورات والنفايات وحولها السكان، ربما هي منبع الأمراض، هناك منابع أخرى لم يحددها الوزير. قضية منبع سيدي الكبير ما هي إلا الشجرة التي تخفي الغابة، هي بمعطافي قضية كوليرا 2018. هنا يريدون إخفاء كل شيء بهذه القضية. أقول لكم كل المنابع وكل يعني البحيرات هي ملوثة يا ناس. هنا في ولاية مسيلة على بعد 300 متر من قصر الوالي هناك واد سد القصب، وهذا الواد مليء بالضفادع، مليء بالأوساخ، الرائحة كريهة عندما تمر عليه. قضية
وزيره البيئه اتساءل هل يجب على الجزائر ان تكون لديها حقيقه وزيره البيئه في دوله ملوثه؟ صرنا يعني نحن اذا كانت العاصمه من بين اخر ولايات. لكن اليوم نتحدث عن وباء الكوليرا، وباء من القرون الوسطى سبب وفيتين لحد الساعة، 46 حالة مؤكدة، 139 حالة غير مؤكدة. القضية وما فيها أن الوباء خطير وخطير جدا، سبب حالة هلع لدى المواطنين الجزائريين. واليوم نتحدث ونقرأ لتصريحات وزيرة التربية تقول أن الدخول المدرسي لا يؤجل بسبب مرض الكوليرا. هل هذا يعقل؟ هناك حديث آخر أن أولياء التلاميذ لهم رأي آخر في هذا النطاق، يعني ربما حياة البشر في الجزائر آخر شيء يفكر فيه هؤلاء المسؤولون. بل يجب ان نقول حياه الشعب استاذ عادل، لان هم يعني في طريقه يعني، وكاننا لا نتكلم عن وزاره واحده، هم يقومون بقرارات لم يتحركوا عندما كان داء البوحمرون، لم يتحركوا. وقضيه الكوليرا يجب ان يفهم الشعب الجزائري ان هذه الكوليرا وبوحمرون وما سبقها من امراض كلها تاتي لغياب الصرامه من جهه السلطه وغياب المواطنه من جهه المواطن، لاننا نضيف اليها يا استاذ عادل قضيه الناموس الذي يصيب الناس بسبب الأوساخ، نضيف أمراض عدة، الكوليرا فقط لأنها معروفة وقتلت الناس، أما قضية الاكتراث والقيام بعملية مثلا والقول أن السلطة تخمم على الشعب كما قالها السيد الوزير منذ لحظات سمعته في التلفزة يتكلم بالفرنسية مثل البشاغات، ثم قال أن السيد الرئيس أوصاه بالقيام بكل الإجراءات من أجل صالح الشعب. لكن ما لاحظناه يعني أنا تابعت قبل قليل في بعض القنوات الجزائرية تذمر بعض المواطنين، وكان أحد المواطنين يسأل الوزير ويشكو له حالة نقص التجهيزات والموارد في المستشفى، كان يسكته الوزير ويتحدث إلى المدير يقول له لا أريد أن أسمع مثل هذه الشكايات من الآن فصاعدا، هو يعلم أن التجهيزات والموارد غير موجودة في المستشفيات الجزائرية بدليل أن كل المسؤولين يتداولون في الخارج. فلماذا هذه التغطية وهذه ربما لغة الخشب التي لا زالت تغزو المواقع أو ربما هذه الإعلام في الجزائر بصفة عامة؟ لغة الخشب هي غطاء سياسة التبرعات، يعذرني الشعب الجزائري لكنها الكلمة الأدلى، لأنهم لا يسيرون، لأنهم مجرد موظفين مطيعين. وأنا كنت أريد إكمال جملتي، بما أن الرئيس يهتم بالشعب أقول له أول إجراء يجب عليك يا سي بوتفليقة القيام به هو بيع الطائرة الطبية التي هو يعني يقتنيها والعلاج في الجزائر، ومن هنا سنطور هذا. أما قضية المياه أتحدى الوزير أن يأتي إلى هنا إلى المسيلة ويشرب معي من مياه الصهاريج التي تباع على أساس أنها مياه معدنية. نحن نعيش مع جماعة تعيش في كوكب آخر يسمى المرادية، بعيدون كل البعد، لا يقتنون شيئا من ما يقتنيه الشعب الجزائري. هناك قضية أخرى أثيرت في الجزائر بفعل هذه الفوبيا وهذه السكيزوفرينيا إن صح التعبير، الناس بطبيعة الحال يتجهون إلى المياه المعدنية التي تضاعف سعرها يعني بشكل جنوني، هل من رقابة في الجزائر؟ كيف تسير قضية بيع المياه؟ لماذا لا تتم توزيع أو يتم توزيع المياه على المواطنين بسبب هذا المرض؟ أستاذ صالح، أظن أننا فقدنا أستاذ صالح حجاب، لكن كما ذكرنا هذه مشكل عويص، يعني قضية أن قارورة المياه المعدنية تضاعف سعرها، الحديث عن 60 دينار جزائري للتر وقارورة كبيرة ب 80 أو 90 دينار جزائري، يعني يزيدون للطين بلة. الوباء منتشر في عدة ولايات جزائرية والقضية لا زالت يعني غامضة، والمسؤولون يتحدثون
كأنهم كما قال أستاذ صلاح يعيشون في كوكب آخر. إذا مشاهدينا الأفاضل سننتقل بحضراتكم إلى الصحف التونسية، معنا غفران الحسيني مراسل قناة المغاربية من هناك. أستاذ غفران، حتى قضية الكوليرا وصلت إلى تونس، يعني قضية الهلع، لكن وزارة الصحة التونسية نفت وقالت أنه لا يوجد أي حالة كوليرا في تونس. نعم زميلي، تحية إليك في البداية زميلي عادل ولكافة السادة المشاهدين. نعم، حالة الهلع في تونس وصلت نظرا إلى العلاقة الجغرافية وأيضا الشعبية بين تونس والجزائر نتيجة القرب وتبادل الشعبين، الزيارات والدخول بين المناطق الحدودية. لذلك كل ما يجري ربما في الجزائر له انعكاسات على المجال الصحي في تونس والعكس بالعكس أيضا. لذلك صحيفة الشروق اليوم كتبت مقالا تحت عنوان حذاري من الكوليرا في تونس، حيث كتبت الصحيفة أن كل عوامل ظهور الكوليرا ببلادنا موجودة: المياه الملوثة، الفيضانات، تلوث المحيط، الحدود المشتركة مع الجزائر حيث تنتشر حاليا لتقتل شخصين، وسهولة انتقال العدوى من السياح الجزائريين والتونسيين. فماذا أعدت تونس للتصدي لهذا الوباء الذي تعيشه الشقيقة الجزائر؟ تابعت الشروق أيضا أن يوم الخميس الماضي الموافق لثاني أيام العيد هو تاريخ أول إعلان للسلطات الجزائرية عن تسجيل إصابات بداء الكوليرا، تجاوزت 40 شخصا مع تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة هذا الوباء بولاية البليدة الواقع جنوب العاصمة. واعتبرت الصحيفة أن الكوليرا ظهرت في تونس سنة 1971 خلفت إصابات عديدة مع تسجيل حالات وفاة، وظهرت في الجزائر عام 96 وعام 86 وتم تسجيل 4600 حالة. المصاب قد يموت في غضون 3 ساعات حسب ما نقلت الصحيفة. لذلك فإن الاستعدادات يجب أن تكون على قدم وساق، ودعت الصحيفة تونس إلى أن تكون في حالة تأهب نظرا لنفس الأسباب التي أوجدت الكوليرا في الجزائر، هي تقريبا الأسباب المماثلة التي قد تنتج الكوليرا في تونس. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح وتحت عنوان كوليرا الجزائر خطر غير مستبعد وتخوفات من انتقال العدوى إلى تونس عبر الوافدين. كتبت الصحيفة أن هناك صيحة فزع أطلقها كثيرون اليوم جراء تفشي الكوليرا في الجزائر، وفي ظل تواصل تدفق الأشقاء الجزائريين على البلاد بشكل يكون يوميا طبعا طلبا للعلاج في تونس. دعت الصحيفة أن هناك أيضا لابد من إعداد العدة لأي مصاب قد يصيب التونسيين نتيجة تفشي هذا المرض في الجزائر، وأيضا نتيجة الانتقال السهل بين التونسيين والجزائريين. عنوان آخر من صحيفة الصباح: 23 مليار دينار ديون الأسرة التونسية وهذه أبرز الأسباب. كتبت الصحيفة نقلا عن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية للصباح بأن التدين الأسري شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليصل إلى حدود 23 مليار دينار حتى موفى شهر جوان المنقضي، بعد أن كان لا يتجاوز 20 مليار دينار. وفسر بن جازية هذا الارتفاع بتوتر المواسم الاستهلاكية، حيث أعاش التونسيون عديد المواسم الاستهلاكية انطلاقا من فصل الصيف إلى رمضان وأخيرا عيد الأضحى المبارك والاستعداد للعودة المدرسية، وهو ما يثقل كاهل العائلة التونسية. نختم جولتنا بصحيفة الصحافة اليوم: ترامب والشاهد والنهضة والطوفان، هكذا كان العنوان. كتبت الصحافة أنه قد يبدو أنه من المجازفة الإقرار بأن خطاب رئيس الدولة ورئيس الجمهورية ورئيس الدولة في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية 13 من أوت الجارية من أهم الخطابات التي توجهت بها الباجي قائد السبت إلى الشعب، خطاب هام لجهة الشحنات التكتيكية والتعليمية والتوجيهية التي تضمنتها. ولكن المؤسف أيضا أنه بقدر الأهمية الاستراتيجية والتكتيكية لهذا الخطاب الذي لقي رواجا هاما واستثنائيا في وسائل الإعلام الدولية، كان توظيفه الداخلي ضعيفا وباهتا بشكل تحول معه الرئيس من وضعية الإصلاحية الذي من المفروض أن يكون في حالة هجوم
إلى وضعية المدافع الذي يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. العلاقة هنا بين ترامب والشاهد والنهضة والطوفان تعود إلى تشابه الحالات حسب تحليل الصحيفة، حيث كتبت أن الوندال الجدد هم خليط هجين من الماضويين والقادمين من العصور الأخرى وأطياف المستحدثة بصفة اصطناعية، ووجودهم في الفضاء العام السياسي والحزبي والحكومي ومؤسسات الدولة كان بفعل عملية إجهاض التطور الطبيعي للانتقال الديمقراطي على حد تعبير الصحيفة. هذا زميلي عادل تقريبا أبرز ما تناولته الصحف التونسية التي صدرت هذا اليوم. القناة المغربية نشكرك جزيل الشكر، ونتحول بحضراتكم مشاهدي الأفاضل إلى ركن الكاريكاتير ومجموعة الرسومات التي جهزناها لكم، تابعوا معنا. نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.